الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، وبداية دوما بأهم العناوين. تكلمنا عن إجراءات تنفيذية داخل كل محور، وهذه دعوة للنواب الموجودين وأعضاء مجلس أعضاء اللجنة بأنهم تكونوا متواجدين يوم الخميس القادم. محاور حكومية سداسية ركيزة خطتها الاقتصادية. كلمة نهائية، خليجي 23 ليست على أرض الكويت. هناك قانون اسمه قانون الصحة النفسية، من المفترض أن يتم تشريعه في أقرب فرصة لحفاظ الحقوق للأفراد وعدم ظلم الناس. نزلاء الطب النفسي انتهاكات حقوقية تنتظر قرارات رسمية. في سوريا هدنة على ورق، وروسيا والنظام يفتعلان الخرق. الإخصاب الصناعي يزيد مخاطر التأثر العقلي. لو ضربني 30 جزمة على دماغي ده زي ابوه. وفي النشرة، استقبال عكاشة بالحذاء. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وصلت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مناقشة الوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف، وذلك بحضور عدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين في الدولة. وتحدث وزير المالية أنس الصالح عقب الاجتماع عن رؤية الحكومة لدعم المسار الاقتصادي، كاشفا النقاب عن 6 محاور تتكون منها الخطة الاقتصادية، فيما أعلن رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع عن اجتماعات قادمة للجنة لمزيد من الدراسات والتباحث. قدمنا اليوم الرؤية الإجراءات لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، واللي تتمحور على 6 محاور. المحور الأولي الإصلاح المالي، المحور الثاني إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، والمحور الثالث تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في النشاط الوطني، المحور الرابع مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، المحور الخامس إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، المحور السادس الإصلاح التشريعي والمؤسسي. وتكلمنا عن إجراءات تنفيذية داخل كل محور. اتفقنا على أن يكون الشخص الخاص في إدخال البيانات راح يكون متواجد عندنا يوم الخميس، وهذه دعوة للنواب الموجودين وأعضاء مجلس أعضاء اللجنة بأنهم تكونوا متواجدين يوم الخميس القادم من الساعة 11. أي واحد عنده اقتراح نقارن البدائل وشنو الوفر وشنو نسبة انخفاض الاستهلاك، وبالتالي حتى نصل إلى نموذج ممكن الاتفاق عليه، بحيث أنه ما يؤثر على المواطن بشكل يعني واضح، وبنفس الوقت يؤدي هذا النموذج إلى تخفيض استهلاك المواطن والمقيم بصورة فعالة. وهذه يعني تقريبا باختصار ما صار اليوم. ما عندنا أرقام واضحة 100%، لأن احنا قاعد نتكلم الآن عن أيضا ما زلنا بالخطوط العريضة وكنماذج وبدائل تصير، ولكن بالنهاية أتوقع إن شاء الله يوم الخميس لما نختار نموذج محدد. إذا لم ننتهي يوم الخميس أيضا عندنا جلسات أخرى. أعلن النائب أحمد القضيبي أن استجواب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي سيقدم فور توقيع هيئة الصناعة العقود المخالفة لقسائم الصلبوخ، مؤكدا أن الاستجواب أصبح جاهزا بانتظار المخالفة الأخيرة بالتوقيع، ليضاف إلى سلسلة المخالفات التي ارتكبها العلي في هذا الملف. وقال القضيبي في العلي أن العلي كرر مخالفات الوزير علي العمير في مناقصة الأنابيب النفطية، ولكن في الصناعة.
أكد نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعتذار عن عدم استضافة دورة كأس الخليج 23 لكرة القدم يعد قرارا نهائيا ولا رجعة فيه. وقال فليطح إن الاعتذار عن عدم الاستضافة جاء خصوصا بعد قرار الإيقاف للرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مضيفا أن الكويت كانت قد استعدت بشكل كامل خلال وقت سابق لاستضافة هذا الحدث الكروي الخليجي في موعده المحدد، حيث جهزت المنشآت ورصدت الميزانية الخاصة، إلا أن قرار الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية حال دون ذلك. وأعرب فليطح عن الأمل في أن تتضافر جميع الجهود من أجل مصلحة الرياضة الكويتية ووصولها إلى أفضل المستويات. وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أكد وقوف وزارة الداخلية بحزم أمام كل تصرف ينال من هيبة رجال الأمن وعدم سماحها مطلقا بأي تجاوز يقلل من شأن منتسبيها أو يعرضهم للخطر. وأشاد الفريق الفهد بجهود جميع منتسبي الوزارة التي أثمرت انخفاض معدلات الجريمة العام الماضي عما كانت عليه في عام 2014. في ظل الانتهاكات الحقوقية التي تقع في مستشفى الطب النفسي، ناشدت رئيس لجنة الشكاوى القانونية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبر الرأي وزير الصحة والمعنيين في الدولة بضرورة التحرك لوقف تلك الانتهاكات التي رصدت العديد منها. القضية وتفاصيلها في تقرير لابتسام رمال. ما يجري خلف الجدران في مستشفى الطب النفسي أمر يجهله الكثير، ففي داخل هذا المكان تحدث بعض الانتهاكات الصارخة، قضية تحمله على عاتقها رئيس لجنة الشكاوى القانونية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، خاصة بعد معاينتها عن قرب لبعض الحالات المتضررة سواء بسبب قرارات إدارية أو الولاية الشرعية. ما زلنا نعاني بإدخال طب النفسي، إدخال بعض الحالات عن طريق الأب، الزوج أو الشقيق، إدخالهم صباحاً وإخراجهم مساءً، أو إدخالهم وإيداعهم داخل الأجنحة واعتبارهم نزيلات بسبب هذه الولاية. مع العلم أن في زمن لما كان المدير عبدالله الحمادي مديراً للطب النفسي ألقى موضوع من يدخل النزيلة يخرجها نفس الذي أودعها، يحق لها أن تخرج إذا كانت طبيعية. لا، رجع هذا القرار القديم، تم إلقاء قرار عبدالله الحمادي وإلجاع القرار القديم. للأسف هذا المتبع داخل الطب النفسي من انتهاكات، وتعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. عندنا حالتين بنات تم إيداعهم عن طريق شقيقهم بدون أي سبب، لم يتم بحث حالتهم فقد تم إيداعهم، وما زلنا نتابع هذه القضية. في بعض السيدات يتم إيداعهم صباحا وإخراجهم مساء، فقط الشقيق يمارس عليهم سلطة الترهيب. تفاصيل القضية تتمثل في انتهاك حق المرأة في الاختيار وإيداعها عشوائيا في الطب النفسي دون القيام بفحوصات تؤكد وضعها النفسي. نوع من أنواع غياب الرقابة وعدم تثقيف الجهاز الطبي هناك بالقانون أن المرأة من كملت سن 21 لها حق قرارة نفس أنها تدخل نفسها إذا كانت إنسانة تعاني، أو ما كانت تعاني لها حق قرار نفسها إذا كانت إنسانة صاحية. إنزين، لكن أن الطب النفسي، الأعضاء الطبيين اللي موجودين في الطب النفسي يجهلون هذا الحق أو عندهم علم لكن لا يتم تطبيقه بموجب اللوائح الداخلية. وتصر رئيس لجنة الشكاوى على عدم جدوى التواصل مع المعنيين في الطب النفسي في ظل غياب أي تجاوب للقضية، ومناشدة لوزير الصحة ومجلس الأمة بضرورة تشريع قانون الصحة النفسية. احنا تواصلنا مع الطب النفسي وتكلمنا مع مديرهم، طلب إفادة طبعا الإدارة القانونية، والإدارة القانونية أفادتنا بعدم الرغبة في التعاون معنا. أناشد وزير الصحة وأناشد أعضاء مجلس الأمة وأناشد المجلس التشريعي بأن هناك قانون اسمه قانون الصحة النفسية، من المفترض أن يتم تشريعه في أقرب فرصة لحفاظ الحقوق للأفراد وعدم ظلم الناس وعدم يعني خاص بحق المرأة، وعلى وزير الصحة أن يصدر قرارات إدارية تخالف القرارات اللي موجودة لأنها مخالفة للقانون ومخالفة لدستور دولة الكويت ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وصادقت. وكذلك أناشدهم بتغيير
هذه اللوائح الداخلية في استقبال النزيل أو إخراجه. هي قضية سلطنا الضوء عليها مع رئيس لجنة الشكاوى التي تحمل هم غياب الرقابة وفرض الولاية الشرعية على المرأة بسبب الخلافات أو المزاج السيء. ابتسام رمال الراي. أعلن بنك الدم المركزي الكويتي اعتماد إجراءات جديدة للمتبرعين لتفادي انتقال فيروس زيكا تتمثل بالتأجيل الذاتي للمتبرعين بالدم للحد من مخاطر انتقال الفيروس عن طريق نقل الدم. ودعت مدير إدارة خدمات نقل الدم في البنك ريم الرضوان المتبرعين الذين سافروا إلى المكسيك أو جزر الكاريبي أو أمريكا الوسطى أو الجنوبية عدم التبرع بالدم والعودة للتبرع بعد انقضاء 28 يوما على عودتهم إلى البلاد. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مناقشة الخروقات في سوريا مع الدول الكبرى، مشيرا إلى أن هناك انتهاكات للهدنة السورية من جانب روسيا والنظام، وشهدت الهدنة في سوريا خروقات للنظام وغارات للطيران الروسي، ما دفع بالمعارضة السورية للتحذير من انهيار الهدنة بسبب تلك الخروقات. وفيما تبدأ الهدنة ثاني أيامها، اتهمت نائبة رئيس الائتلاف السوري نغم الغادري روسيا ونظام الأسد بخرق الهدنة، وقالت إنه تم تقديم شكوى بذلك إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا. في اليمن تستعد المقاومة الشعبية والجيش الوطني للتحرك باتجاه محافظة الحديدة جنوب اليمن انطلاقا من حجة بعد التقدم اللافت الذي حققه مسلحوها في معارك حجة. وأكد رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن عمر سجاف أن القوات الشرعية تستعد حاليا لتغيير مسار المعارك للتقدم نحو مناطق جديدة بعد التعزيزات التي أرسلتها قوات التحالف. ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني في جبهة حرض وميدي التابعتين لمحافظة حجة لدعمه في معركة استعادة ما تبقى من مواقع لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها فرضت حظرا شاملا للتجول في مدينة أبو غريب بعد وقوع اشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم داعش. كما تصدت القوات الأمنية العراقية لهجمات شنها التنظيم على مناطق العبادي والهتاوين وسيطرت على الوضع بالكامل، نافية صحة الأخبار عن موجة نزوح من قبل الأهالي. كما شن التنظيم هجوما على مدينة أبو غريب عبر 4 جهات من خلال أكثر من 30 مسلحا وأربع سيارات مفخخة. توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة سامي العثمان أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى استقرار الحالة الجوية غدا، حيث تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض معها لتتراوح بين 11 و13 درجة مئوية وتكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج. تأخر الإنجاب لدى البعض يدفعهم إلى استخدام تقنيات الإخصاب الصناعي وأساليب الإنجاب الأخرى الطبية، ولكن يجب الحرص أثناء استخدام هذه التقنيات حتى لا يحصل مضاعفات للجنين أثناء الولادة. التفاصيل في التقرير التالي. أفادت نتائج دراستين أن النساء اللواتي يستخدمن تقنيات الإخصاب الصناعي وأساليب الإنجاب الأخرى هن أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من أورام معينة أو من تأخر النمو العقلي. وقال واضعو الدراستين إن السبب وراء احتمال حدوث هذه المضاعفات يرجع في المقام الأول إلى تأخر سن الإنجاب وعوامل صحية أخرى تدفع النسوة إلى تجربة تقنيات الإنجاب المساعدة. إلا أن الباحثين حذروا من هذه النتائج، فهي ليست نهائية ولا تمنعهن من محاولة الإنجاب بالاستعانة بهذه التقنيات. الإنجاب بالوسائل الصناعية يتضمن حسب تجارب أعدها الباحثون زيادة نسبتها 67% في الإصابة بسرطان الدم، إلى جانب زيادة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية. وقالت هذه الدراسة إنه من أجل الحد من احتمالات حدوث مضاعفات أثناء الحمل يتعين الإقلاع عن التدخين والإقلال من التوتر والحفاظ على الوزن المناسب وتناول الغذاء السليم. خالد الفارس الراي.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي انتهاء فترة ولايته كأمين عام للجامعة اعتبارا من أول يوليو المقبل وعدم التجديد لفترة جديدة. وقال العربي إنه طلب من الحكومة المصرية عدم التفكير في طلب التجديد له لفترة جديدة، مشيرا إلى استمراره حتى انتهاء مدة ولايته الحالية. وذكر أن الفترة التي قضاها كأمين عام للجامعة العربية على مدى 5 سنوات شهدت اضطرابات وتحديات جسام، لكن بالرغم من ذلك حاولت الجامعة العربية القيام بدورها مؤكدا أنها مؤهلة لذلك. تعرض عضو مجلس النواب المصري الإعلامي توفيق عكاشة للاعتداء بالضرب بالحذاء أثناء مشاركته في جلسة اليوم اعتراضا على دعوته للسفير الإسرائيلي على العشاء بمنزله، حيث فوجئ عكاشة لدى دخوله القاعة الرئيسية للمجلس بالنائب كمال أحمد يخلع حذاءه ويضربه به على رأسه وسط أصوات مؤيدة ومستنكرة للأمر. وفي هذا الإطار أحال مجلس النواب عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي. لو ضربني 30 جزمة على دماغي ده زي ابوه. طب ردك على المطالبة بإسقاط العضوية عنك بسبب لقاء السفير الإسرائيلي؟ إذا كان في لائحة يا ابني ولا قانون ولا دستور بيقول الكلام ده ينفذ، بدل ما يطلبوا هذا الكلام يكون عندهم شجاعة أدبية ويطالبوا بإلغاء معاهدة السلام. أنا اللي بسأل حضرتك علاقة السفير الإسرائيلي بخدمة هم اللي بنين صد النهضة يا حبيبي. علاقة إحنا نكسب على نفسنا، هم اللي بنين صد النهضة وهيبنوا لك 5 سدود على أرض في 5 دول في حدود الحين. زين تستحوذ بهدف التطوير، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. أعلنت مجموعة زين للاتصالات استحواذها على حصة استراتيجية في شركة FOO المتخصصة بالاستشارات الرقمية وحاضنات الأعمال الناشئة، والتي تتخذ من لبنان مقرا لها، وذلك بهدف توفير خدمات أكثر شمولية بالتطبيقات الخلوية الذكية. وذكرت المجموعة أن الشركة تقدم خدمات تطوير التصاميم والتطبيقات ومواقع الإنترنت والتسويق الإلكتروني. أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية سعيها لحل العوائق القائمة في موقع مدينة جنوب سعد العبدالله بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة طبقا لبرنامج زمني يتوافق مع تنفيذ البنية التحتية للمدينة. وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة إبراهيم الناشي أن البرنامج يتزامن مع الإجراءات التي قامت بها المؤسسة فيما يخص تكليف دار استشارية هندسية عالمية للبدء في تخطيط وتصميم المخطط الهيكلي للمدينة، ومن ثم التخطيط العمراني للضواحي السكنية والطرق الرئيسية والفرعية. على ارتفاع في مؤشراتها الثلاث أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها، حيث أنهى المؤشر الوزني تعاملاته مرتفعا بنحو 18 نقطة في حين صعد السعري ب 37 نقطة و 19 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فقد اختتم تعاملاته مرتفعا بنقطة ونحو نصف النقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الأغلاق نحو 8 ملايين، تمت عبر 3213 صفقة. توقع الخبير النفطي محمد الشطي أن يصل متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال العام الحالي 31 دولارا. وقال الشطي إن الوصول إلى هذه الأسعار أمر إيجابي، وأن حدث فإنه سيفوق الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التحسن في أساسيات السوق يبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي مع توقعات بهبوط الإنتاج من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لأول مرة منذ سنوات. العربي يتعثر أمام الفحيحيل، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أعلن رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي أن بطولة أمير البلاد الدولية السنوية الخامسة للرماية ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 31 دولة. وقال العتيبي إن منافسات البطولة التي تستمر حتى 8 مارس المقبل ستشمل منافسات الأطباق الطائرة في مسابقات السكيت والتراب والدبل تراب الأولمبية. وأوضح أنه تم رصد مكافآت مجزية للفائزين في المراكز المتقدمة للبطولة التي سيتنافس عليها أبطال عالميون إلى جانب الرماة من الدول العربية والخليجية، مشيرا إلى أنه ستتم مضاعفة المكافأة للرماة الذين يحطمون الأرقام العالمية المسجلة لكل مسابقة في البطولة التي تعد إحدى البطولات العالمية المهمة وتحظى بسمعة واسعة ومكانة كبيرة عالميا. نيابة عن جميع منتسبي رياضة الرماية وإخواني أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، نتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالشكر والتقدير لدعمه الكريم والمستمر لأبنائه الرياضيين بشكل عام وأبنائه في نادي الرماية الكويتي الرياضي. ونتمنى إن شاء الله بطولة هذا العام تكون بطولة ناجحة مثل البطولات السابقة. طبعا احنا في اتحاد الرماية عملنا كل ما في وسعنا للتجهيز لاستقبال ضيوف الكويت، وبهالمناسبة أحب أشكر كل اللي ساعدونا ونشكر كل الجهات الحكومية اللي ساهمت في تجهيز مجمع الميادين، كما نشكر أخواننا في الهيئة العامة للرياضة. خطف الفحيحيل نقطة ثمينة من أمام ضيفه العربي بتعادله بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جرى بينهما في إطار الجولة 19 من دوري فيفا لكرة القدم. أنهى الأخضر الشوط الأول بهدف وحيد للمحترف الكونغولي دوريس سلامو، وفي الشوط الثاني ضاعف النتيجة المحترف السوري فراس الخطيب من ركلة جزاء ليقلص بعدها الفارق لفحيل مشاري الكندري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم أدرك التعادل اللاعب سالم الهاجري من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء أيضا. وبهذه النتيجة يرفع العربي رصيده إلى 29 نقطة ومحتلا بذلك المركز الرابع، بينما رفع الفحيحيل رصيده إلى 19 نقطة. يضع كرة جميلة الحقيقة بتسديدة بيسارة مشاري الكندري، انذار كان حاضر لي محمد فريح، كرة ملعوبة ومحاولة، الله. والآن مع جولة على أحوال الطقس وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب ورايتيوب. إلى اللقاء.